الخير يا احلى ناس في الدنيا. كالعادة فيديو جديد وفيديو النهاردة التطبيقات حرفيا رايقة. التطبيقات بتاع النهاردة افكارها جامدة ومجنونة وجديدة كلها. فعلى السريع خلينا نشكر الناس الجميلة دي على تعليقاتها في الفيديو اللي فات واللي حرفيا فرحتني جدا. لو عايز تعليق يظهر الفيديو الجاي اكتب لي تعليق حلو برد على كل التعليقات وبعمل عليها قلوب. نبدا بقى صاحبي باول تطبيق وهو يخص ازرار الصوت. للناس اللي عندها هوس انها تحافظ على ازرار الصوت التكة بتاعتها وانها ما تبصي، التطبيق ده هيساعدك على الفكره دي. ازاي؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. كل اللي عليك هتحمل التطبيق من اللينك اللي هتلاقيه تحت في الوصف، هتنزل تحت على كلمه تضغط هنا للتحميل. التطبيق مساحته 1 ميجا بس ومحمله اكتر من 100,000 شخص. اول ما تفتح التطبيق هيظهر لك بالواجهه دي، هنضغط على حسنا وبس كده يا صاحبي. التطبيق مش محتاج صلاحيات، مش محتاج اي حاجه عشان يشتغل عندك. اول ما تسحب شريط الاشعارات بالشكل ده هيظهر لك شريط تقدر تتحكم من خلاله في مستوى صوت المكالمات، صوت الهاتف وصوت الاشعارات من غير ما تضغط على الازرار بتاعه الصوت. ولو عايز تضيف حاجه تانيه هتدخل التطبيق وهتلاقي خيار المنبه، تضغط عليه تفعل الخيار ده وبعدين لو علمت الصح بعدين حسنا. عايز مثلا صوت النظام تضغط هنا تفعله، نضغط صح، ومجرد ما تسحب شريط الاشعارات هتلاقي الخيارين اللي انت لسه ضايفهم موجودين هنا، تقدر تضغط عليهم وتتحكم في مستوى الصوت من غير ما تلمس ازرار الصوت بتاعتك وهتفضل محافظ عليها. فالتطبيق حرفيا رايق. التطبيق اللي بعده بقى يا صاحبي فكرته جامده جدا. للناس اللي ما عندهاش مساحه او مش عايزه تنزل تطبيقات كتيره، كل عليك انك تحمل التطبيق ده ومن خلاله تقدر تدخل على اي تطبيق من غير ما تحمله عندك. يعني عباره عن متجر تطبيقات تقدر تدخل على اي تطبيق من غير ما تحمله عندك، وكل اللي عليك انك هتحمله كالعاده من اللينك اللي هتلاقيه تحت في الوصف. التطبيق حجمه 10 ميجا بس ومحمله اكتر من 50,000 شخص. بمجرد فتح التطبيق يا صاحبي هيظهر لك بالواجهه دي، وهنا بقى هتلاقي كميه تطبيقات كتيره جدا التطبيق ده موفرها لك انك تتصفحها او تستغلها من غير ما تنزل التطبيق الاساسي عندك. وليكن مثلا هنطلع هنا ونالف تطبيقات السوشيال، هتلاقي الفيسبوك، انستجرام، ماسنجر، يوتيوب، سناب شات وغيره من التطبيقات. وليكن مثلا تطبيق بنترست، التطبيق ده اصلا محمله اكتر من 500 مليون شخص على متجر جوجل بلاي، تقدر هنا تستخدمه من غير ما تنزله عندك على الموبايل وتستغل مساحه كبيره. وكمان التطبيق ده برده موجود على متجر جوجل بلاي، تقدر انك تستغله من غير ما تنزله عندك على الموبايل. وتطبيقات كتيره جدا، لكن مش كل التطبيقات اللي على متجر جوجل بلاي هتلاقيها هنا، اغلب التطبيقات اللي ليها مواقع بس. فلو عايز توفر مساحه انصحك تحمل التطبيق ده، هيفيدك جدا. والتطبيق اللي بعده بقى للناس اللي عايزه تراقب ولادها اخواتها الصغيرين، فين التطبيق ده جامد جدا وفكرته هتعجبك. كالعاده تحمله من اللينك اللي هتلاقيه تحت في الوصف. التطبيق محمله اكتر من 50,000 شخص وحجمه 3 ميجا ونص، برضه صغير. اول ما تفتح التطبيق هيظهر لك بالواجهه دي، هيطلب منك شويه صلاحيات هنديها له بالشكل ده، بعدين نضغط نيكست، نيكست كمان مره وندي له الصلاحيه دي بالشكل ده، هتدور على التطبيق، ندي له سماح، نرجع ورا، بعدين دن. طيب فكره التطبيق هنا يا صاحبي ايه؟ ان لو ابنك مثلا دخل تطبيق الواتساب، الماسنجر، جوجل، اليوتيوب وكتب اي كلمه حرفين التطبيق ده هيحفظها عنده وهيقول لك هو كتبها الساعه كام والمين او في اي تطبيق. وليكن مثلا هنجرب مثال، هندخل على تطبيق الواتساب وابعت رساله لاي شخص، وليكن هنروح الدرس النهارده. لو دخلت على تطبيق جوجل كروم وكتبت مثلا صور انمي وفتحت اليوتيوب وكتبت مثلا اي حاجه، وليكن مثلا اشرح لي اسم قناتي، وجيت دلوقتي بقى يا صاحبي انك تفتح التطبيق هتلاقي جميع الحاجات اللي انت كتبتها موجوده بالوقت والتاريخ واسم التطبيق. طيب لو في تطبيق مثلا انت عايز تشيله هنضغط هنا وتبدا تتعلم على التطبيقات لو مش موجوده، ولو عايز تشيل تطبيق من التطبيقات هتلاقيها هنا تقدر تشيلها. تطبيق فكرته جامده جدا. المهم بقى صاحبي نختم تطبيقاتنا بتطبيق جامد جدا للصور بتاعتك بيديك فكره جامده، وبرده هتحمله من اللينك اللي هتلاقيه تحت في الوصف، واللي هيكون حجمه 63 ميجا ومحمله اكتر من 10 مليون شخص. اول ما تفتح التطبيق هيظهر لك بالواجهه دي، هنضغط على الموافقه وبدء الاستخدام وندي له شويه الصلاحيات اللي هو عايزها دي. وحرفيا دي كلها فيديوهات تقدر انك تعملها بنفسك، تدخل جوه الفيديو وتعمل التاثيرات دي. حرفيا اي حد هيشوف الفيديوهات دي هيقول لك عملتها ازاي ويطلبها منك. وفكره التطبيق بشكل عملي، هنطلع من علامه الاكس دي وتبدا انك تختار شكل من الاشكال دي، وليكن مثلا الشكل ده محتاج بحر عشان تبدا انك تعمل زيه. الشكل اللي تحته عادي في اي مكان، وليكن مثلا اختار الشكل ده وهنضغط هنا، هتشاهد اعلان بسيط تستنى لحد ما يخلص وبعدين تطلع منه وتبدا انك تضغط هنا في النص، ومجرد ما ينتهي الوقت هتبدا انك تعمل زي الفيديو بالظبط. فهيطلع معاك الشكل الرايق ده، تقدر تبعته لاصحابك ويعجبهم جدا. ولو عايز تاخد بقى الامور يا صاحبي الليفل عالي شويه، صور الفيديو الاول بايدك وانت بتعمل اي شكل، وبعدين هتضغط علامه الماس، تختار الفيديو اللي انت صورته، نضغط علامه الصح، تبدا بقى تختار شكل من الاشكال دي، وليكن مثلا النار، تقدر تحطها في المكان اللي هيعجبك في الفيديو، وليكن مثلا الشكل ده عجبني جدا، هتبدا انك تكبر النار، تصغرها بالشكل ده، توديها في المكان اللي يعجبك، انت تضغط هنا وتحركها بالشكل اللي هيعجبك، فهتطبق في المكان اللي انت حطيته وبالشكل اللي انت حددته، فهيطلع معاك فيديو احترافي جدا. بعد
ما تديها تضغط حفظ فهيتسجل عندك. حرفيا التطبيق رايق جدا. لينكات التطبيقات دي كلها يا صاحبي هتلاقي تحت في الوصف. قول لي بقى تحت في التعليقات ايه اكتر تطبيق عجبك النهارده. بصراحه التطبيق اللي هو بيديني جميع التطبيقات في تطبيق واحد وحجم صغير عجبني جدا هو التطبيق بتاع الصور. المهم بقى صاحبي لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك تعليقك الحلو عشان اخد الفيديو الجاي وشير مع اصحابك عشان بيدعمني جدا. ولو انت جديد خد لك لفه في القناه حرفيا هتلاقي فيديوهات جامده او انصحك تشوف الفيديوهات دي. اشوفك الفيديو الجاي والسلام عليكم.